من هذا المكان بمركز الرعاية الصحية الأولية سيدي مخلوف تنطلق حملة للتبرع بالدم نظمتها شعبة الهلال الأحمر الليبي بصرمان بالتعاون مع مركز الدم المركزي بهدف إنقاذ المرضى وسد العجز الحاصل في المرافق الطبية. حملة تبرع الدم، والهدف من هذه الحملة لإنقاذ المرضى والتبرعات بإذن الله لوجه الله الكريم. التبرع بالدم طبعا لعزوف المتبرعين ولاحتياج المراكز الصحية زي مستشفى الأورام، مستشفى صبراتة وبعض المصحات، وهذا هو يعني الهدف الأساسي من التبرع. قطرة دمك صدقة جارية، شعار انطلقت منه الحملة لتحفيز المواطنين على التبرع بدمهم ليكونوا عونا للمحتاجين من المرضى والمصابين بالأمراض السرطانية وتسهيل العمليات الجراحية، ليكون الدم متوفرا بالمصرف الخاص به. نظر الظروف اللي يمر بها مصرف الدم وكثرة الحالات بمركز الأورام، تم التنسيق على القيام بحملة اليوم الثلاث بمركز الرعاية الصحية صرمان. نشكر العاملين على هذه الحملة. مبادرة أريد من خلالها أن تستمر الحياة وأن تعطي درسا للجميع في التعاون والوقوف صفا واحدا في وجه الأزمات والإشكاليات.